السلام عليكم يا شباب، شو اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. هذا المقطع عبارة عن سلسلة جديدة في الماستر ليج، اتمنى تنال اعجابكم. بس قبل لا تبدأ المقطع لا تنسى الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة. يلا بسم الله شباب، نبدأ بالسلسلة، ندخل على ماستر ليج نيو. طبعا هنا عندنا خيارين، يقول لي انك تلعب بالماستر ليج اللعيبه الاصليين او ان فريق انا اختار، مثلا نفس بايرن ميونخ او ريال مدريد او اي فريق. فاحنا راح نبدا بماستر ليج فريق احنا راح نختاره افضل، فراح نختار جوفنتوس. طبعا هذا المدربين شباب يبوني اختار مدرب، طبعا راح اختار جوارديولا. صعوبة اللعبة هذا مهم شباب، هذا مهم حق الجيم بلاي. راح نخلي أصعب شيء سوبر ستار، راح نخلي توب بلاير. طبعا هني مقابلة شباب مع رئيس النادي، شكله راح على اجتماع رئيس النادي مع جوارديولا. طبعا هني في الصورة طلع رونالدو مع بونوتشي المدافع. بارية مجتمعين، ممكن ديبالا بعد تكلم مع جوارديولا. ليش جوارديولا عنده كوفي وديبالا ما عنده؟ سي الله. هذا طبعا دي ليخت مدافع هولندا. طبعا هنا مجتمعين رئيس النادي مع الطاقم، يحطون اهداف الفريق. مقابلة، هذا الاجتماع اي مؤتمر صحفي. بس يا حبيبي مللتنا، يلا سكيب. طبعا شباب تعاقدنا مع جوارديولا كمدرب، اتمنى ان خطته تكون مناسبة حق اسلوب لعبي. يلا شباب التالي الى المباراة. طبعا اول مباراة ضد فريق اسمه ميلانو، طبعا هذا اي سي ميلان لان احنا مو مركبين الحقوق الاوبشن فايل، فصاير الفريق شوي اسمه مختلف. طبعا هذا اي سي ميلان. نشوف خطة المدرب جوارديولا، مثل ما تشوفون يلعب 4-3-3. يلا نعدل الخطة على السريع. بوفون سهمه ازرق، في الفورمة راح نفضله على اللاعب شيزني الحارس. دوغلاس كوستا زين، كليني شباب ندخل لان سهمه اخضر. خلاص الفريق جاهز. خطيرة بندخله بسبب انه في الفورمة بعد. يلا شباب، طبعا حتى في هني في الماستر ليج في نفس الماي كلاب اللي هو روح الفريق 87، طموحنا انه نوصله 99. يلا بسم الله، هذه اول مباراة ان شاء الله نتوفق فيها شباب. طبعا المستوى الصعوبة مسوي صعب. يلا يا ديبالا، الله عليك يا ديبالا، العبها لرونالدو. الحارس ديبالا لعبها بيني حق رونالدو. الله عليك يا كريستيانو يا الأسطورة، فرحني فرحني. لا وين رونالدو شباب؟ خلينا نركز على رونالدو. يلا رونالدو في الوسط نقطة البلنتي. يلا يا رونالدو، يلا دوغلاس كوستا. رونالدو يا أسطورة، الله عليك رونالدو. يلعب حق دوغلاس كوستا، الله عليك يا دوغلاس. يلا رونا الدبل تاتش، يلا وين الدبل تاتش عندك؟ الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك، يا حرام والله حرام ما كملت. الله حسافة، شوف ثلاثة لاعبة، لا أربعة تقريبا. يا دوغلاس كوستا سويت كل شيء وعجزت عن السهل، أصعب شيء سويته وعجزت عن السهل. هذا إبراهيموفيتش والله متعبني، أقطعها يا رمزي. يلا يا أرون رمزي أقطع هاللاعب الحديدي، لاعب حديدي. لا سجلوا عليه تعادل.
يلا خضيرة، رونالدو، ديبالا، الله عليك يا ديبالا، يلا. عجيب عجيب. دماسك. يلا ديبالا احتفظ بالكرة شوي، انتظر الدعم. يلا الكساندرو، يلا رفع حق رونالدو بالرأس، يلا رأسية. دوغلاس كوستا ما ادري منحوس او هو سيء في الانهاء، يعني حركة الدبل تاج وهذه الحركة بعد بالرأسية روحها ما حد مراقبة ضيعها. يا انه مو متوفق يا انهاءه سيء. محتاج اني اسجل هدف بسرعة قبل يسجلون علي. تعالوا تبعني ما يمديني اعوض. يلا رفع حق كريستيانو رونالدو، شغل راسك، يلا رأسياتك. الحارس تعبني. لا هاي خطيرة، هذه خطيرة. لا يا ابراهيموفيتش، الله عليك يا بوفون. هذه مرتدة. يلا رونالدو، يلا يا رونالدو، الله عليك. خلاص هذه هدف، هذه هدف. حتى في الماستر ليج سكريبت. يلا ديبالا 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 ديبالا. بطيء ما يعطيني حلول ممتاز. يلا ديبالا خلاص سجل سجل تكفى. عجيب انهاء ولا اروع. ليتس جو. عجيب. غوارديولا راضي على اداء الفريق، نتيجة مطمئنة. والله ما ادري ايش في ميلان، بداية المباراة كان فريقهم يعني ضغطهم قوي. لا تتكلم عن انهم كانوا سيئين، اكو لقموني 3-2. توي كنت بقول شباب انه انخفض ادائهم، مرة واحدة رفعوا النسق. هذا ابراهيموفيتش مسبب لي مشاكل. شوف والله يلعبون الله على التيكي تاكا والباصات. والله شوف الوانتو الأخيرة رقم 7 اسمه كاستيلو لعب باص مو وهو ما يدري. شوفوا شباب هو ما يدري ما يدري بالكعب وهو ما يدري. سبحان الله. شباب احتاج اني انشط شوية الفريق، اغير بعض اللاعبين. شوف من نحتاج نغير، رمزي مع اللاعب بن تونكر، هذا اللاعب بن تانكر ما اسمه. اوكي شباب نغير بعض اللاعبين بعد. عندنا رابيوت، رابيوت مع من؟ رابيوت ما راح اغيره، راح اغير دوغلاس كوستا مع برناردو ريسكي لاعب، وهيجوين مكان ديبالا، وطلع رونالدو عطر. طبعا انا ما غيرت هذا تكتيك، تكتيك غوارديولا طبعا راح نحترمه وما راح نغيره بعد. يلا يلا برناردو ريسكي، يلا توك داخل، توك نشيط، يلا بسرعة. تمريرة لهيجوين على الخفيف، الله عليك يا جونزالو هيجوين. عجيب عجيب. الحين نقدر نقول شباب نتيجة مطمئنة. طبعا كنا 3-2، في اي لحظة يسجل عليك التعادل وما تقدر تعوض. هجوين دخل وأمن النتيجة، بديل ناجح شباب. والله شوف يعتمدون على ابراهيموفيتش دائما، اسلوب ميلان يعتمد دائما على العرضيات حق ابراهيموفيتش. طبعا بالراس صعب انك توقفه. مشت الكرة معاهم، كل ما قطعها تجي حقه. الحمد لله اني كان عندي فرق هدفين. الحمد لله اول مباراة واول فوز.